لدى زيارات سموه إلى عدد من المجالس في شهر رمضان المبارك، أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ارتياحه الكبير للمسارات والخطط الاقتصادية التي يتم اتباعها وما أثمرت عنه من الاعتماد على نشاطات القطاعات غير النفطية والتي حققت بعضها إسهامات متنامية في الاقتصاد الوطني. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن للمجالس دورها المهم في ترسيخ التواصل الاجتماعي وروح الأخاء والمحبة التي استلهمها المجتمع البحريني من جوهر الدين الإسلامي الحنيف والمبادئ الوطنية الثابتة، وهي قيم أسسها نهجا جلالة الملك المفدى والتي أسهمت في تقوية المجتمع وتكامل بنيته بروح الأسرة الواحدة والعمل من أجل بناء هذا الوطن بما يحقق نمائه وازدهاره. شرفني الليلة سمو ولي العهد بهذه الزيارة الكريمة التي عودنا عليها كل عام في رمضان، وهذه يعني من الحسنات التي يمتاز فيها المجتمع البحريني، التواصل بين القيادة وبين شعب البحرين وبين العوائل اللي منتشرة في كل المجالس في هذا الشهر الفضيل. من دون شك أن هذه الزيارة تعكس اهتمام سمو ولي العهد بكل القضايا والاستماع إلى آراء الشعب في كل ما يتعلق بمستجدات الأوضاع الداخلية. سمو ولي العهد أضفت الروح البحرينية الأصيلة، بالإضافة لأن جمعت كل التجار البحرين النخب البحرينية الأصيلة من رؤساء المواتم، من مختلف المذاهب، التجار، رجال الأعمال. هذا يعني كان حافز بتواجدهم في الخيمر. وأكد سموه على أن مملكة البحرين ركزت على إيجاد الفرص في المتغيرات التي تواجهها المنطقة والاستثمار فيها، فعملت على تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مما أسهم في تحقيق تقدم ملموس في تنوع الاقتصاد من خلال تكاتف الجهود للاستفادة من المقومات التي تميزت بها المملكة والحرص على استدامة الموارد بمختلف أنواعها والاستثمار فيها لما به خير الأجيال القادمة. دائما اللقاء هذا يتجدد سنويا مع صاحب السمو ولي العهد، وما يخفى على الجميع أن ولي العهد هو منارة لمسيرة البحرين الحالية والمستقبلية لتصور جلالة الملك والحكومة الرشيدة. وكما عودنا كل سنة يزورنا في المجلس ويشرفنا، وطبعا شخص متواضع ومحبوب وتداول أحاديث ويانا، وتكلمنا اليوم عن مدينة الشيخ سلمان المدينة الشمالية، وبشرنا أن فيه إن شاء الله أخبار جديدة وأخبار ممتازة جاية إن شاء الله. ولفت سموه إلى أهمية مواصلة خطة التطوير للقطاع التعليمي والتدريب الذي يمثل الأساس الراسخ نحو بناء قدرات وإمكانات أبناء وبنات الوطن، كونهم المورد الأهم في البناء التنموي، والعمل على زيادة الإطار المعرفي بما تتطلبه مختلف القطاعات التي من بينها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة. وهذه يعني نهجه البحرين، وهم تعلموا هالشيء هالزيارات من قياداتهم سابقا يعني، والحمد لله الله لا يبدل علينا هالزيارات شهر الخير وبركة إن شاء الله. سعداء كثيرا بزيارة سمو ولي العهد إلى مجلسي عائلة آل رحمة والمدافع اليوم. حقيقة يعني الكل كان مرتاح من هالزيارة اللي هي مو غريبة على طويل العمر في زيارات الرمضانية لجميع عوائل البحرين بدون تفرقة، ولا تعزز روح اللحمة الوطنية والتآخي بين جميع شعب البحرين. أبهجنا كثيرا بهذه الزيارة وبحديثنا مع سمو طويل العمر عن عادات وتقاليد المجتمع البحريني القائمة على أساس التآخي والتعايش. وقال سموه أن ما نتجت عنه الجهود التي بذلت مؤخرا بأيد وطنية مخلصة من اكتشافات نفطية هائلة
وتطوير الخدمات الإسكانية وخلق فرص الاستثمار والوظائف يأتي في إطار هدف تحقيق الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي للمواطن والإسهام في خلق الفرص النوعية له، وهو ما أكدت عليه المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى باعتبار المواطن المحور الرئيسي في عملية التنمية، وتجسد ذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات التنموية الرامية إلى تمكين المواطن في مختلف المجالات وتأمين الفرص له. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.